أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من المفلحين. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تعليل كلمة أم موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعليل على غير ما أنزلته أو عيب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زجر اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إدغام بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان. فاطلبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الإلهام. فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تغاضبنا يا مولانا وارزقنا صدر من قرأه مؤديا ربه مع العطاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان. وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان. وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان. ولا تختم لنا بالشر والشرارة والضلالة والطغيان.
فلبينا قبل من آيا أنه إلى غفلة والكسلان أمنا من عذاب القبر من سؤال منكر ونكير ومن نكر الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وآتت رضافنا من الميران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وصدر ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا طيب استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زكنا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وآتنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القدر مومسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين الناس سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأرسلنا الجنة بشفاعة القرآن ورفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع نفعة وبكل ثمر سناء اللهم ارزقنا بالألف حلفة وبالله بركة وبالتاء توبة وبالساء ثوابا وبالجيم جمالا وبالهاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاي زلفة وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء ظهارا وبالذال ظفرا وبالعلم علما وبالغين ثناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبالهاء الألف لقاء وبالياء يسرى وبالياء يسرى وبالياء يسرى وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم بلغ ثواب ما أرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره وإقراره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.